بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هيبقى فيديو جديد يدور حول الصمام ومشاكله وجراحة كي الحنفية الجديدة ومدى النجاح اللي وصلت له. زي ما احنا فاهمين حتى يعني الايام الاخيرة دي كان ناس كتير بتبعت لي على الواتساب وعلى الفيسبوك اولادهم الصمام عندهم شغال، هم ركبوا الصمام وشغال كويس، وكانوا بيسألوا هل ممكن نعمل جراحة كي الحنفية؟ فكان دايما الرد بتاعي لا، ما نعملش جراحة كي الحنفية إلا لو الصمام تعطل. ده لأن جراحة كي الحنفية نتائجها حسب الدراسات العالمية تتراوح من 30 إلى 60%، يعني من كل 2 هنعملهم 1 هيفشل، ودي كانت تعتبر نسبة كبيرة. نظرتي دي اتغيرت تماما في الفترة الأخيرة، لأن احنا لما عملنا التعديلات الجديدة للجراحة سواء بقى تعديلات جراحية أو بالعلاج المساعد مع العملية، فبفضل الله والحمد لله لقينا النجاح زاد جدا، وصل ما يقارب إلى 80% ويمكن حتى 90%. ده هيخلي بقى نظرتنا لموضوع جراحة كي الحنفية تتغير تماما، وحتى لو إن الصمام بيعمل فبرضو ممكن قوي نعمل الجراحة ونشيل الصمام من الطفل. هتقولي طيب ليه؟ هقولك لأن الصمام عبارة عن عبء على الطفل طول حياته، بيفضل مهدده طول حياته، وحتى لو هو شغال دلوقتي فالفرصة أن الطفل يحتاج جراحة أو 2 أو 3 أو 4 نسبة كبيرة. احنا قلنا قبل كده أن اللي بيركب صمام بيحتاج من 3 إلى 4 عمليات جراحية في أول 10 سنين من حياته، مش كلهم بس على الأقل 80% منهم. وبالتالي نظرتنا للصمام اتغيرت من أنه جهاز قليل المشاكل والمضاعفات إلى جهاز خطير ومزعج. والحاجة التانية برضو الدراسة اللي هي الأثيوبية اللي أنا عرضتها على حضراتكم، وتبين أن نسبة الوفيات من الصمام نسبة كبيرة جدا تصل إلى 30%. طبعا دي دراسة وحيدة اللي هي اتعملت، ولكن دي الدراسة الوحيدة، مفيش دراسات تانية بتقول قد ايه من الأطفال دول بيعيشوا. وده بيخلينا نبص للصمام مش بس ان هو جهاز قابل للأعطال، ولكن هنقول عليه جهاز قاتل قد يقتل الأطفال. وبالتالي مع تحسن نتائج جراحة كي الحنفية أصبح دلوقتي لو الطفل مركب صمام وأهله عايزين يشيلوا الصمام ونقلبه على الجراحة الجديدة، فأنا دلوقتي الكلام ده بوافق عليه. وأنا هحكي لكم قصة لطيفة حصلت من أسبوع. ده كان طفل جالنا من المنيا وكان عنده صمام هو مركبه من 2 شهر، هو عنده دلوقتي 4 شهور وبدأت راسه تكبر. وكالعادة الأم راحت للدكتور فهو فحص الخزان داس عليه فاشتغل فقالها لا الصمام كويس. الأم ما اقتنعتش بالكلام ده لأن الولد فعلا راسه بتكبر، فجابت ابنها وجات لي. لما أنا فحصته لقيت فعلا راسه كبيرة واليافوخ الطبيعي بتاعه منتفخ والضغط فيه عالي، فانا قلت لها الصمام ده مش شغال، وقالت لي ايوه انا جاي عشان اعمل اشيله واعمل كي الحنفيه. واتفقنا وكل حاجه كان يوم 2 تقريبا، وبعدين دخلت المستشفى يوم 3. يوم 4 الصبح واحنا بنمر على العيانين كالعاده فوجئنا بان الصمام رجع يشتغل تاني واليافوخ نزل وطي، والام نفسها لاحظت الكلام ده. فكان قدامنا العادي كنا بنعمل ايه؟ طالما انه اشتغل بنوقف التدخل الجراحي والطفل بيروح ونراقبه كويس عشان لو اتسد تاني نلحق نتدخل. بس الطفل ده امه قالت لي لا هو اشتغل وكل حاجه، بس انا برضو عايزك تشيله علشان ما نبقاش مهددين زي ما كنا عايشين. طبعا ده كان منطق جديد عليا ان الاهل هم اللي عايزين يشيلوا الصمام رغم انه رجع يشتغل تاني. فطبعا انا وافقت ونزلنا الطفل جراحة. هو كانت حالته كنا في اليوم ده عملنا 3 جراحات كي حنفية، هو كان رقم 2. فالكلام ده كان الساعة 8 الصبح، الولد على الساعة 2 نزلناه عشان نعمل له الجراحة بتاعته، وفوجئنا ان من 8 لـ2 الصمام رجع تسد تاني ورجع الضغط عالي تاني. فلو كنا روحنا الطفل واعتمدنا على ان هو كان الضغط بتاعه واطي الصبح، كان على بال ما هتركب القطر او الطياره او كده عشان تروح هتفاجئ بان الصمام اتسد تاني. الطفل فعلا دخلنا العمليه وشلنا الصمام، هو كان طلع يعني مش مسدود من فوق ولا حاجه، هو كان الغشاء البريتوني هو اللي كان بدا يتعثر ويحصل مشاكل،
ويمنع امتصاص المية، وبالتالي احنا شلنا الصمام وعملنا كملنا الجراحة وزودنا بقى التعديلات الجديدة. والولد الحمد لله خرج سليم وكويس، قعد معنا يوم في الغسيل ويوم تاني بنراقبه، وبعدين روح في خلال 48 ساعة من الجراحة. يبقى احنا قدام متغير جديد وجذري في المفاهيم بسبب النجاح المتزايد للحالات، وبسبب معرفة جديدة بدأنا نعرفها بسبب الخبرة، ان حتى لو حصل فشل في البداية بنقدر ان احنا نتعامل معه بالأدوية، ونقدر ان احنا نصلح البلاعة اللي التهبت. يبقى المتغير الجديد ان مش بس بنعمل جراحة كي الحنفية لما الصمام يتسد، لا دلوقتي اقدر اقول بثقة ان حتى لو الصمام شغال ممكن برضو نعمل الجراحة ونشيل الصمام، بحيث الطفل يتخلص من هذا التهديد اللي بيلازمه طول عمره، واللي ممكن يقتل واحد من كل 3 أطفال في أول 3 سنين من التركيب. يبقى ده المتغير الجديد في مفاهيمنا، وإن شاء الله هنمشي هنتبعه يعني، وبإذن الله يكون بفايدة على أولادنا كلهم، ونتمنى الشفاء لكل الناس.